أخبار اليوم لمدة 5 سنوات وألزمهم بدفع قيمة الأشياء التي خربوها. ثانيا غيابيا بالنسبة للحدث محمود سامي يوسف، رشاد شدان، إيليا دكتور جرجس، رجب إبراهيم علي، عبد الباقي أيمن محمد، عمرو أحمد طلعت، محمود محمد فوزي بالسجن لمدة 5 سنوات ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، وإلزام المتهمين عدم الحدث بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات. دي أحداث